السلام عليكم ورحمة الله. وفاة محمد بالحاج الملقب بالكريمي المغرب تودع فنان كبير عن عمر يناهز 59 عاما. ودع المغرب يوم السبت الفنان الكوميدي محمد بالحاج المعروف بالكريمي عن عمر يناهز 59 سنة إثر تدهور حالته الصحية بعدما تعرض لحادث سير بمنطقة شيشاوة، نقل على إثر إلى المستشفى ابن طفيل. وإثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس في حادث سير وقعت يوم الجمعة حينما كان الفنان محمد بالحاج راكبا على متن دراجته النارية، حيث صدمته سيارة ونقل إلى المستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش وهو في حالة حرجة بحسب سكاي نيوز العربية. ولم يتمتع الفنان الكوميدي محمد بالحاج بحظ وفير ونصيب كبير من الأعمال التلفزيونية إلا إن كان لديه شعبية كبيرة في المغرب، حيث يتمتع الشعب المغربي وغيره في الوطن العربي. وحرص الفنان الكوميدي محمد بالحاج على السخرية من خلال التطرق إلى مختلف قضايا المجتمع المغربي، كما أنه يتقرب بشكل فكاهي من مواقع ذات حساسية عالية لكل الناس يتقبلون ما يصدر منها بصدر رحب. وهناك كثير من المقاطع الفيديو للفنان الكوميدي محمد بالحاج على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لله وإنا إليه لراجعون.